هنسلقه وننكهه بقى بزبده وتوابل وحاجات زي كده. فالذره ده هيكون بتوابل الكيجن سبايسز او خلطه توابل الكيجن عملناها مع بعض موجوده، وهقول لكم هي ايه، فتقدروا تحطوها مفرطه، ما تحطوهاش خلطه التوابل على بعضيها. يعني احنا جايبين 4 اكواس ذره، كل واحد اسمينه نصين، عندنا ميه سخنه وملح. هننكه بايه؟ بتوم مفروم وزبده والكيجن سبايسز او توابل الكيجن، اللي هي عباره عن بابريكا وريحان مفروم وزعتر سوري بابريكا وريحان جاف وزعتر جاف وتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل ابيض. اعتقد بعد اذنك يا نور هتلنا توابل الكيجن نزليها لنا على الشاشه، هتشوفوها دلوقتي التفصيص بتاعها ايه، علشان اللي عايز يعملها في البيت يعملها، اللي مش عايز يعملها وعايز يحط رشه من كل حاجه عشان تدي نفس الايفكت يعمل كده. اللي عايز يستخدم اي توابل هو بيحبها في الدنيا مع الطريقه اللي هنعملها دي ممكن برده، ما فيش مشكله خالص. عندي هنا حله على النار مليانه مية سخنة، مش هحط ملح دلوقتي خالص لأن الملح بتبطئ سوى الذرة. هحط الذرة. بعد إذنك يا نور أنا عايزة سكر. وحطوا كده معلقة سكر وهي بتتسلق، معلقة السكر دي بتخلي طعمها جميل جدا، بتخلي سلقها أسرع بكثير وبتخليها طرية كده مش رخمة وإحنا بناكلها بعد كده. أنا هقفل كده الحلة عشان بس المية تغلي بسرعة، وهستنى السكر اللي نور هتجيبه لي. وما تنسوش اهو، دي معلومه، في سلق الذره دايما نحط شويه سكر. 4 صدور دجاج واتنين كوز ذره صفراء مقطعينهم، بصوا حتت كده صغيره يعني بالحجم ده، قد ربع مثلا، ربع كوز. 3 جزرات جوليان واتنين بصله جوليان، اتنين فلفل الوان جوليان، 3 بطاطسات متقطعين ويدجز، راس توم فصوص، معلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البصل الباودر، نص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وملح وفلفل اسود. وهنعمل ايه؟ عايزاكم تجيبوا لي اكبر طبق بايركس عندكم في البيت. اهو. ده اكبر طبق بايركس عندنا هنا. هنحط كل حاجة مع بعضيها. الذرة، البطاطس، بس استنوا اصفي ميتها. ادي البطاطس، الجزر، البصل، الفلفل الالوان، الثوم الباودر، الحبهان، البصل الباودر، استنوا في حته كده ايه جامده، بس البابريكا، طبعا ملح وفلفل اسود، وادي الفلفل الاسود، رشه من جوزة الطيب، فصوص الثوم دي هعمل فيها ايه؟ عايزه ادقها بس. اوكي، هنجيب سكينة كبيرة وعايزة بس افتح فصوص الثوم، فهفتحها ازاي كده، والسكينة المطرح ما هضرب بايدي، بنحط ظهر السكينة مش بوزها الحامي كده، وندق كده، بس مجرد بنفتحها عشان التوم طعمه يطلع. عايزين طبعا تقطعوها شرايح وتخلوها مع الصينية، اوكي مفيش مشكلة، بس انا بفضل الطريقة دي، وبنضرب ببطن الايد كده يا جماعة، تبقاش وتوجع ولا اي حاجة، بس نفتح الفص. يلا
فناخد كده التوم بعد ما فتحناه ننزله، ومعاها كمان هناخد صدور الفراخ، شوية زيت، زي الفل كده. ممكن على فكرة اللي احنا عملناه ده كله على بعضه يتاخد في كيس حراري لو حابين، ممكن يتسوى في طاسة على النار، ممكن يتسوى في صينية على النار. عشان حرفه قليل، حرف واطي. يلا بينا ونيجي كده بالراحة خالص، هنقلب كل حاجة. نقلب، نفضل نقلب لحد ما نحس ان خلاص كل حاجة اتخلطت التوابل فيها كويس جدا. الفراخ انا شايفاها خلاص ما بقتش بيضة اهي، بصوا بقت متبلة. الخضار نفس الكلام. فنبدأ دلوقتي نوزع كده طبقنا، نفرد، ممكن نغطيها وممكن نسيبها مفتوحة. انا حاسة ان احنا لو غطيناها هتبقى احلى. بالظبط، تنزل كل الجوز بتاع الخضار ويبقى احلى معانا بكتير. انا كده عمالة اوسع اماكن للصدور عشان تبقى ايه، غطسانة وسط الخضار، تفضل تاخد من طعمه طول ما هي بتستوي. صدر كمان، بس زي الفل كده كله توزع تمام جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط يعني اصغر كمية مية في الدنيا. متكملش يعني نص كوباية. بس كده. وهناخد الطبق ده كله كده على بعضه نغطيه بالورق الفويل. امسح اي حاجة وقعت مني. امسح اطراف الطبق. نجيب الورق الفويل وطبقتين محترمين كده، هنغطي بيهم، وقبلهم كمان هحط ورق خبز. ليه؟ عشان انا عايزة نكتم البخار زي ما نور قالت، عايزين نكتم البخار على الاخر. فهنحط ورقة الخبز دي كده، نجيب ورق الفويل نتنيه نصين، كأننا بنعمل ورقة لحمة يا جماعة. بالظبط. يلا نلف الفويل ونطلع الفصل، ونيجي كده تلموا بقى كويس جدا، تقفلوا الدنيا خالص. شايفين قفلنا عليها جامد جدا، وكده ضمننا ان البخار مكتوم جوه والصوص هينزل من الخضار مع شوية المية اللي احنا حطيناها كمان هتساعد، وهتبقى الدنيا عظيمة. يلا بينا نفتح الفرن اعلى درجة حرارة، وتقوموا مدخلين الطبق بتاعكم في النص درجة حرارة عالية
انا هعمل على اعلى حاجه 250 حراره من فوق وتحت، مشغله مروحه الحراره. وقبل ما نطلع فاصل حاجه واحده بس هنعملها، الذره هنا بصوا الميه غليت، هحط له شويه السكر دول اللي هيخلوه يبقى طعمه مسكر زي الجاهز بالظبط العلب، وكمان يخليه يتسلق بسرعه. هغطي عليه واسيبه عشان بقى نبدا نديها الطعم. هو احنا ينفع ناكلها كده بس؟ اه طبعا ينفع، زي الفل، ذره مسلوقه جميله مفيش فيها اي مشكله، اللي عايز ياكلها كده يلا جدا. لكن احنا عاملين لها تاتش زياده النهارده. هصفي من الميه بقدر الامكان وانزل هنا. خلاص 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 يا بحر. طبعا بنسيبها على النار لحد ما تستوي، ايا بقى كان الوقت اللي خدته معانا، بس طبعا لازم هنسويها. الذره على فكره من الحاجات اللي ممكن نسويها في حله الضغط، بتنجز في وقتها. زي الفل. هجيب الذره هنا واجي اجهز لها الخليط اللي هشوحها فيه، اقدر اشوحها واقدر ادهنها وادخلها الفرن اللي انا عايزاه. فانا هشوحها في السريع كده على البوتاجاز، مش هدخل الفرن. يلا بينا نجيب طاسه، وفي الطاسه دي هنحط مكعب من الزبده محترم كده عشان يدي طعم، هحط شوية من الثوم، ومعاه شوية من السبايسز الكيجن، وهحط كل ده على النار يسيح مع بعضه، وانزل فيه الذرة. فهتقوم تاخد كل الطعم ده. بتقولي ايه يا نور؟ شكرا نور. بقى هتنزل لكم المنيو دلوقتي تاني، المقادير بتاعه الذرة تاني، وهتنزل لكم مقادير التوابل الكيجن. التوابل الكيجن زي ما قلت بتكون ريحان وزعتر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، شوية حاجات كده، وهي نوع من أنواع الخلطات المكسيكية للتوابل، جميلة جدا ولذيذة جدا، عملناها مع بعض في سنة أولى طبخ، كل اللي جربوها حبوها قوي قوي قوي، وهي حقيقي لذيذة جدا. فيها كمان شطة لو عايزينها سبايسي، وممكن تحطوا لها كمان فلفل أبيض، ممكن بدل الفلفل الأبيض أسود ما يجراش حاجة، بس هي التقليدي إن هي بتعمل بالفلفل الأبيض زي ما أنتوا عايزين. الخلطة هنا أنا مش عايزة أشوح التوم ولا أديله لون ولا أي حاجة، فعشان كده بوطي النار خالص، وحاجي انزل الذره في الخلطه دي. زي الفل كده، كل شويه عايزاكوا تقوموا جايين كده اخدينها على الناحية التانية، عشان كل ناحية تاخد من طعم التوابل والثوم وكل حاجة. ده طبق جانبي جميل جدا في اي عزومة، جنب مشاوي يبقى روعة. أنا مهدية النار خالص وسايبة الذرة تاخد من طعم كل حاجة، وممكن آجي كده أعمل حركة تخلي كمان الطعم يدخل جوه الذرة أكتر، أعلي النار وأقوم حاطة شوية مية سخنة صغيرين، أسيبهم يتبخروا والذرة تشربهم عشان تاخد طعم الخليط ده كويس جدا. أقعد الذرة على النار يشرب الميه اللي احنا حطيناها دي
ويشرب طعم التوابل، واحنا كل شويه كده نلفه ياخد من الطعم، وبعد شويه هنلاقي الميه دي تقلت. لان خدوا بالكم الذره برده فيه مواد نشويه، فبيتقل اي صوص طبيعي، فهيبدا شويه كده الميه تتبخر والصوص يتقل ويبقى لازق كده على الذره، وده بالظبط اللي احنا عايزين نشوفه. والزبده طبعا هتخلي الذره ده يروح في حته ثانيه. الذره بصوا بقى شرب الميه وحصل اللي قلت لكم عليه، التوابل لزقت عليه والثوم والطعم هيبقى فظيع. بصوا لونه حتى باين ان هو اخد حاجه، مش لونه هو بس. فده كده بالنسبه لي زي الفل، يتشال من على النار عشان هنقدمه دلوقتي. كل الاكل الحقيقه جاهز يتقدم، الحاجه الوحيده اللي انا لسه سايباها في الفرن الطبق البايركس بتاعنا. بالمناسبه الطبق ده ممكن يتعمل باي حاجه، اوراك، صدور، فرخه كامله متقطعه ارباع، نصين، براحتكم. المهم ان تقطيعات الخضور تكون الخضار تكون متناسقه بحيث ان كله ياخد نفس وقت السوى، مش اكتر من كده. هنرصه كده رصه حلوه زيه، واخر واحده هنحطها فوقهم كده عشان ملهاش مكان. في طبعا شويه صوص في ال، هقول لكم بقى تعملوا ايه. ترجعوا الطاسه على النار وهتحطوا فتفوته ميه تلم لكم بس كل البهاريز الحلوه دي. خلوني اجيبها هنا على العين الكبيره احسن، هنا احسن. بصوا نقطه ميه بس كده، هتلم لنا كل اللي في الطاسه وتغلي غلوه، واقوم انا اخدها منزلها على الذره، فيبقى شويه صوص مالهمش حل. اديها بس فرصه تغلي. انا اعمل ايه؟ اجي كده وعلى الذره اوزع كل الصوص، يبقى احلى واحلى. وادي الذره المسلوقه بتاعتنا منكهينها بالثوم وبتوابل الكيجن. توابل الكيجن تاني ملح وفلفل ابيض وشطه لو عايزينها سبايسي، وزعتر جاف وريحان جاف، توم باودر وبصل باودر وبابريكا. وتقدروا تغيروا او تعدلوا في التوابل زي ما انتوا عايزين، اي توابل انتوا بتحبوها تنفع، وتنفع جدا بملح وفلفل على فكره، بيبقى روعه الذره اللي بالملح والفلفل ده، فما تشغلوش نفسكم قوي بالتوابل هتكون ايه. والصينيه بتاعتنا هنطلعها دلوقتي زمانها استوت واتدلعت، انا ما فتحتش عليها خالص، مش عايزاها تاخد لون، عايزاها تفضل محتفظه بالرطوبه والصوص، فما فتحتش عليها. اوبا يلا، خدوا بالكم جدا وانتوا بتفتحوها عشان البخار هيطلع صاروخ وممكن يلسع ايديكم. فارشح جدا او انصح ان احنا نفتحها بحاجه طنجة او حاجه يكون بس ايده طويله، عشان حتى لما البخار يهب يبقى بعيد عن ايديكم بعد الشر عن اي حد. بس حرق البخار وحش قوي، شايفين البخار اهو اللي بقول عليه اللي طالع ده، كان ممكن طبعا يلسعنا ويبقى مش الطف حاجه. بصوا منظر الصينيه، ايه رايكم؟ تعالوا كده نختبر البطاطس، نختبر. مستوية، والذرة دايبة، والفراخ عظمة عظمة. وكويس جدا ان احنا سبناها مقفول عليها كده عشان تفضل، شايفين فيها صوص قد ايه؟ احنا عايزين الصوص ده يبقى معانا في الطبق ده عشان هيوديه في حتة تانية خالص. دي عايزة شوية رز بسمتي ابيض وشكرا جزيلا، ولا اي حاجة غير كده، تبقى وجبة محترمة.